أشكركم من قصر الأستاذ. شكرا جزيلا للأستاذة الكبيرة الدكتورة علياء رافع، وشكرا لمؤسسة التنمية الإنسانية، البناء الإنساني والتنمية، اللي أنا سعيد بوجودي فيها النهاردة. وكنت بتطلع الحقيقة من فترة إن أنا أطلع على شغلها، لأنه بسمع كتير عنها وبتصلني أصداء كثيرة، والنهاردة اطلعت على مشروعاتها الإنسانية العظيمة. وأعتقد إنه دي إحدى وسائل النهوض بمصر من خلال إعادة بناء الإنسان المصري. بشكر أيضا كل الأصدقاء شرفوني النهاردة، وأنا يعني ممتن لهم جميعا. واسمحوني إن أنا أقف معلش وأنا أتكلم، لأن مش قادر أشوفكم كلكم، وأنا بحب أشوف الناس. أحب أشوف الناس اللي بكلمهم، أعرف مبسوطين بالكلام ولا أغير. أحب نحط مايك بدل ما يدك كتاب. ممكن أحط مايك بدل ما يدك توجعك؟ لا مفروض يعني. لو ما عجبهمش الكتاب أتكلم على كتاب تاني. وإن كان كلام طبعا الدكتورة علياء حقيقة خلاني عايز أرجع أقرأ كتاب تاني. الحقيقة أنا ما فكرتش إن أنا أكتب مذكراتي، وما كانش في ذهني أبداً إن أنا أكتب مذكراتي، وما كانش عندي تقدير كبير لكثير من المذكرات اللي بتكتب في العالم العربي. كنت بشوف إنه في معظم الحالات بتبقى محاولة لتقديم صورة غير صحيحة عن الإنسان اللي بيكتب. فتلاقيه بيكتب إن هو مثلا كان بيطلع الأول في المدرسة، لازم بيطلع الأول، إنه نصح مش عارف الحكومة بإيه وإيه، ولو كانوا عملوا كذا ما كانش حصل اللي حصل. وفي النهاية ما مدى صحة هذا؟ ما تقدرش تعرف. النقطة الثانية إنه المذكرات كثيرا في العالم العربي بتبقى غير موثقة. ما يكفيش ان واحد يتذكر، كان في فرق بين السيرة الذاتية وبين الذكريات. الذكريات دي الواحد ذاكرته كتير بتخونه، وفي بعض الاحيان هو اللي بيخونها برضه ويغير في الحاجات ويقول كلام يمكن ما حصلش. فما مدى مصداقية هذه المذكرة؟ فكنت ببعد عن الحكاية دي. ومن كام سنة كده، 3 سنين بالظبط، كان الأهرام بيحتفل بمرور 140 سنة على إنشاء، فطلب مني رئيس التحرير إن أنا أكتب مقال عن الدور السادس في الأهرام. الدور السادس ده هو اللي كان فيه توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ولطفي الغولي ولويس عوض ودكتور حسين فوزي. كل واحد كان عنده هواية، كل واحد في العالم عنده هواية. في ناس بتجمع طوابع، في ناس بتجمع كباريت، هيك كان بيجمع أسماء. فكان يحب إنه في الأهرام يبقى فيه كل أكبر أسماء موجودة في البلد، ويسعى جاهداً إنه هو يجيبها تشتغل في الأهرام. لكنه صنع من هذا الدور اللي فيه كل الناس دول يعني عقل مصر ووجدان مصر كله كان في الدور السادس. وأنا بسبب حبي للأدب، رغم إني كنت بشتغل صحفي في الدور الرابع في صالة التحرير، إلا أنه كنت دايماً أطلع أقعد معاهم، لأن دول كانوا أكبر كتاب في البلد. توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف جوهر بنت الشاطئ وغيرهم. فكتبت هذا المقال، والحقيقة ادوني صفحة كاملة وعجب ناس كتير جداً. ففوجئت بواحد ناشر شاب صاحب رامز اسمه سيف سلماوي، بيكلمني بيقول لي ما تكتب تاريخ حياتك. قلت له تاريخ حياتي اكتب؟ عاوز اقول انا اتولدت سنه كذا واتجوزت فلانه ورحت مدرسه كذا وكذا.
قال لي لا، اللي انت كاتبه النهارده في الاهرام ده ما هوش اتولد في سنه كذا واتجوزت كذا، ده انت بتحكي جزء من تاريخ مصر، وانت حياتك كانت مرتبطه بناس كتير في مختلف المجالات، وكانت متداخله مع احداث كبيره جدا حصلت في البلد. فمجرد انك بتحكي حياتك هتحكي تاريخ البلد زي ما انت عملت في المقال بتاع النهارده. فالحقيقه لقيت ان عنده حق، واستاذنت الناشر بتاعي اللي هو الدار المصريه اللبنانيه، قلت لهم معلش في ناشر طالب مني ان انا اعتبره سيره ذاتيه وبتاع، فقالوا لي لا دي خيانه بقى، مش انت احنا الناشر بتاعك، ومين الناشر ده؟ قلت لهم دار الكارما سيف سلمان، قالوا لي لا ما دام سيف خلاص مسموح. فكتبت هذا الكتاب لابني من خلال دار النشر بتاعي. الحقيقه حاولت بقى وانا بكتبه ان انا اتفادى الاخطاء اللي انا بشوف انها منتشره في السير الذاتيه المصريه. قليله جدا السير اللي تلاقي مثلا زي الكونفيشنز بتاعت سانت اوغستين اللي بيتكلم فيها بصراحه عن نفسه وعن اعترافاته. تلاقي ده مثلا موجود في مذكرات سعد زغلول اللي قال فيها انه كان مدمن قمار وكان بيلعب قمار ومش قادر يبطل قمار، وده مش بيقلل من قيمه سعد زغلول، ده بيزيد من قيمته، بتحس بصدقه، بتحس بقيمه الانجاز الوطني اللي عمله رغم اعترافه بنواقصه كانسان. بتجده ايضا في مذكرات دكتور لويس عوض اللي بيحكي ما يقولهاش للقراء لكن هو قالها بصراحه، مما دعا اخوه دكتور رمسيس عوض بعد وفاه الدكتور لويس عوض. رمسيس عوض رفض انه يعيد نشر هذه المذكرات لما فيها انا، لكن هذه هي المذكرات الحقيقيه. فالتزمت بحاجتين، قلت اولا هلتزم بالصراحه الكامله، والتزمت بهذه الصراحه وقلت كل اللي ممكن يتقال، ما خبيتش حاجه. قلت مثلا اول تجربه جنسيه في حياتي، هل معقول ان نكتب تاريخ حياه انسان ونتغاضى تماما عن هذا الجانب من حياته؟ مش ممكن. قلت مثلا ان انا في سن المراهقه وبتاثير قراءاتي لشوبنهاور ونيتشه وغيرهم كنت ملحد، وكنت لفتره يعني ما دامتش طويله لكن كنت معتقد ان انا ملحد وغير مقتنع بانه في حاجه تانيه كده ما احناش عارفينها وبتاع، الى ان اكتشفت بعد ذلك انه لا انا مش ملحد ولا حاجه، ده انا مؤمن، وشفت ان عندي ايمان راسخ وموجود. فكتبت ده وكتبت ده، وحتى بعض الناس قالوا طب ما دام انت مؤمن دلوقتي خلاص ليه تكتب تقول انك كنت ملحد؟ لا ده مهم جدا ان انا اقول، ما انا بكتب ليه؟ عشان اجمل الصوره وعشان اقول انا دلوقتي مين؟ فالناس عارفه انا مين؟ انما كنت فين وجاي منين؟ وحصل لي ايه؟ والعثرات اللي قابلتها والمشاكل بحكي ازاي في السجن لما جالي وجبه طعميه ورميتها في الارض ومش عايزها، وبعد كده لما جعت قعدت في الضلمه ازاي ادور على حتت الطعميه. حد يكتب يا عم يكتب. والكتابه الواحد بيكتب مذكراته عشان الحاجات دي. فالمهم التزمت بالصراحه، والتزمت ايضا بشيء اخر وهو التوفيق. لان ما قيمه ان انا اقول حصل كذا؟ طب ما يمكن ما حصلش، وممكن واحد تاني يكتب عكس اللي انا بكتبه. نصدق مين ولا ما نصدقش حد؟ نصدق اللي معاه وثيقه. وانا لاني صحفي كنت بحتفظ، كل صحفي عنده يعني الارشيف بتاعه، فكنت بحتفظ بالاوراق بالصور معلومات بقصصات صحف، مش عشان اكتب بيها تاريخ حياتي، انما يمكن تنفعني في مقال هكتبه بعد كده
تنفعني في كتاب هكتبه عن موضوع. فلما جيت اكتب تاريخ حياتي لقيت كل هذه الوسائل، فوثقت كل حاجه قلتها موثقه، يا اما بوثيقه يا اما بقصاصه صحف، في بعض الاحيان موثقه بصوره فوتوغرافيه. لما اقول قابلت فلان كذا، طب ايه الاثبات انك قابلته؟ صورتي معاه، بتبقى هي الوثيقه في هذه الحاله. النقطه الثالثه، يمكن الخاصيه الثالثه في هذه المذكرات، هي ان انا ما قدرتش ابعد عن كوني روائي، لاني حسيت في النهايه ان انا بحكي روايه. ما هو هي ايه الروايه؟ قصه بطل، قصه حياته من يوم ما اتولد، بتاع ما كتير من الروايات هو ده موضوعها. فانا الموضوع اللي عندي موضوع روائي، فلقيت نفسي بكتبه ايضا باسلوب روائي، في تشبيهات ادبيه، في كونتراست كبيره بين مواقف وبعضها، في كل الخصائص اللي بتصنع يعني او بتقربه من الناحيه الادبيه. ايضا من الحاجات اللي لفتت نظر ناس كتير هو كميه الصور اللي في الكتاب، انه هذا الكتاب في حوالي 150 صورة، يمكن 90% أو 95% منها بينشر لأول مرة، ما نشرش قبل كده لأنه من أرشيف القاص أو من أرشيف أسرتي، صورة جدتي، صورة مش عارف أبو جدتي، صور لمصر القديمة حسب الموضوع يعني. طبعا يمكن الميزه الكبرى او الحاجه اللي برضه لفتت نظر ناس كتير هو هذه التضفيره بين الاحداث الشخصيه اللي ركزت عليها الدكتوره علياء وبين تاريخ مصر. تاريخ مصر من المرحله الملكيه، ورغم زي ما تفضلت الدكتوره برضه، رغم ان احنا ما عشناش المرحله مرحله ما قبل الثوره، او كنا يعني انا كان عندي 7 سنين مثلا لما قامت الثورة، فلا كان اذكر بوعي ما حدث وقتها، لكن من خلال رصدي لتاريخ بعض يعني قدامى اللي في العيلة جدودي وكده، بيبان قدامنا الحياة كان شكلها ايه، نشوف الناس كانت بتتصرف ازاي، وكان ايه المفاهيم السائدة في ذلك الوقت، ثم مرحلة الثورة، ثم الانتقال من الجامعة للصحافة، واللي كان الحقيقة يعني احنا معنا الأستاذ أحمد أبو شادي أحد كبار الصحفيين في الأعراب، وإن كان غاب فترة في أمريكا، كان في اليونايتد نيشنز، لكن ده كان من الدعائم الأساسية للأهرام الجديد اللي بدأ بيه هيكل سنة 68 بالانتقال للمبنى الجديد، وهو كان أول من رشحني، هو وأيمن أبو شادي اللي رشحوني للعمل في الأهرام، ورئيس القسم الخارجي قال لي احنا كل بنعمله ترشيحات، لكن اللي بيعين في الأهرام هو الأستاذ هيكل، لازم تقابله هو يقول يا لا. فده كان مقابلتي مع الأستاذ هيكل، وشرحت تفاصيلها لما قال لي هتيجي تشتغل معانا في الأهرام. أنا كنت وقتها معيد في كلية الآداب وباخد 20 جنيه، 20 جنيه ما تضحكوش يعني، كانت زمان دي حاجة كانت بتكفيني يعني، 20 جنيه يعني بطلت تاخد مصروف من أهلي عشان عندي معايا 20 جنيه. المهية اللي كانت مطروحة عليا في الأهرام 60 جنيه، وكان الأهرام وقتها بيدي يعني مرتبات تعتبر يعني مستوى دولي. فرحت وقلت له بس أنا ما أعرفش صحافة وما أعرفش إذا كنت أنجح في العمل ده ولا لأ وكده، فلكن أنا حابب الأهرام واللي شفته في الأهرام، ويعني فعايز أجرب، فهل ممكن اشتغل لمدة شهر اشوف الشغل شكله ايه وكده.
وطبعا دكتور رشاد رشدي في الاهرام قلت له حسيب واشتغل في الاهرام، قال لي هتشتغل صحفي؟ وقال لي صحفي حتى مش صحفي، يعني صحفي دي يعني حاجه. فرحت وبعد هيك طبعا ما عجبوش حكايه الشهر، قال لي يعني هتختبر الاهرام يا استاذ؟ انا على بابي ولاد سفراء ووزراء كله عايز يشتغل في الاهرام، وانت تقول لي اجرب الاهرام؟ قلت له ما اقصدش يعني اعتبره اختبار مشترك تجربوني يمكن ما ينفعش، انا ما اشتغلتش في الشغلانه دي قبل كده. قال لي طيب طيب هنعمل لك اللي انت عايزه. بعد شهر اقتنعت ان هو ده مستقبلي، ورحت استقلت في الجامعه ورحت على الاستاذ هيك قلت له خلاص يا استاذ هيك. قال لي ايه؟ قلت له انا هشتغل في الاهرام. قال لي يعني نجحنا في الامتحان بتاعك؟ أنا عندي لك خبر وحش. قلت له إيه؟ قال لي أنت ما نجحتش، أنت مش قلت إن ده اختبار مشترك فأنت مش عاجبنا. قلت له يا نهار أسود، ده أنا لسه مقدم استقالتي النهارده الصبح في الجامعة. راح دايس الزرار الجرس طالب المساعد بتاعه الدكتور عبد الملك عوضة الله يرحمه، قال له اعمل العقد بتاع محمد سلمان. طبعا من ساعة ما قال لي أنت سقطت في الامتحان لغاية ما دخل دكتور عبد الكعودة وأنا في حالة انعدام وزن، لا بتكلم ولا شايف قدامي ولا مستقبلي كله راح في لحظة. استقلت وده قال لي لا مش عايزينك، وأنا في النص مش عارف أروح فين ومش فاكر خرجت من الأوضة إزاي. أظن الدكتور عبد الملك عودة سحبني من إيدي كده وخرجنا، لا قلت متشكر لإيه كان ولا حاجة. فيعني إنما بحكي الأهرام كان شكله إيه وطبيعة العمل فيه كانت إيه وتعلمت منه إيه وشفت فيه مين وتعرفت من خلاله على إيه، يعني هنا بقى التزاوج بين الأحداث الشخصية والحدث الوطني الكبير لغاية ما يعني وصلت للمرحلة اللي قالتها الدكتورة لما اعتقلت. وبعد ما اعتقلت ورجعت تاني الأهرام كان السادات بقى صفح عننا في خطبة كده، قال خلاص عفى الله عما سلف يرجعوا تاني شغلهم. وأنا رفضت أرجع، كان بيعمل خطبة كل يوم 28 سبتمبر تاريخ وفاة عبد الناصر، يقول جمال الله يرحمه وحاجات كده. وفي الخطبة من دول عفى عننا وقال نرجع، أنا قلت مش هرجع، هو أنا هترفض بقرار وأرجع بخطبة مش راجع وخلاص الصحافة بالنسبة لي إز أوت، ما حسيتش إني عايزها. كان 28 سبتمبر سنة 73 وفات أسبوع يكلموني من الأهرام، انت جاي امتى؟ ما خلاص السادات قال ترجعوا. فقلت له السادات يوم زي ما هو عايز انا مش حاجة. يوم 6 اكتوبر بعديها اسبوع تقريبا حصل اللي حصل، والقوات عبرت وحرب وبتاع، والاهرام بقى فيه، انا كنت بشتغل في القسم الخارجي اللي بتيجي فيه الاخبار بقى على وكالات الانباء كده، لقيت نفسي قاعد على المكتب بتاعي زي ما كنت. برضو الحدث الكبير 6 اكتوبر واثر ازاي في حياتي، كل ده يعني في هذا التزاوج بين الخاص والعام. انا الحقيقه مش عايز يعني احكي الكتاب كله، لكن انا حبيت اقول لكم كان ازاي الكتاب كتبته وليه والمعايير اللي انا حطيتها لنفسي في هذا الكتاب. واحب ان انا لو حد اي حد فيكم عنده سؤال او معايير يساعدني ان انا ارد عليه. شكرا اخ محمد على السرد اللي قاله، وطبعا ده لمحه بسيطه